انت بتعصب اول شيء؟ ايه وقت اخواتي وهذا بكون قاعد عم بلعب اخواتي بايت علي. السلام عليكم، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تمام. اليوم كنا بجولة من السلسلة اللي نحن عاملينها من حياة المارة، وكانت اسئلتنا شو اكتر شيء بنرفزك بعصبك يعني، وسؤالنا التاني كان كلمة قلتها وبتندم انك قلتها. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشاركونا بالتعليقات، وكمان تشاركونا بالقناة وتفعلوا الجرس. تابعونا. نحن من قناة تعرف معنا على اليوتيوب، اكتر شيء بسم لك بدنك شو هو؟ وضع البلد وهالتجار، هالتجار الحرومية. وضع البلد ليه؟ وضع البلد أزمة كورونا وأزمة الثورة وهالدولة كلمة ندمت عليها؟ لا ما في شيء ندمت عليه. هيك شيء كلمة قلتها بحياتك؟ لا لا ما في شيء، ما بحكي شيء بندم عليه. أنا بدي أقول شيء بعصبني كثير. فيك تقولي؟ إنه الإنسان بيدرس وبيتعب وآخر شيء إنه بيقعد بالبيت وشهادته بتتعلق بالحد، واخر شيء بيشتغل بشي وظيفة انه شو ما ان كان، بس هو ما بيكون هذا الشيء اللي بده يحقق احلامه، بيضطر انه يترك اهله مشان يقدر يحقق شيء وما عم يقدر يحققه هون. وهذا ابسط شيء انه لازم بهذا البلد انه يقدر الواحد يحقق شيء بسيط من احلامه، انه هو يقدر يكون عم يأسس حاله بهذا البلد. شو اكتر شيء هيك انت بعصبك؟ انا ما بحب المشاكل، المشاكل يعني الحد ذاته. اذا واحد اجى بده يعمل معك مشكل ما بتعملي معه مشكل؟ لا ما بحب. طيب وانت ما بتفتحي المشكله؟ طيب لا. مشاكل مثل شو يعني ما بتحبيها؟ يعني اي شيء، اذا اي شيء بدي احس انه بيتسبب مشكل بحب اتفاداه دغري. اي دغري، يعني اذا بيمرق بهيك مسحه بتحكي بيروح خلص بيروح بيمرق. طيب وشو اللي ممكن يوصل لمشكله؟ يعني كلمه هيك مثلا ممكن الواحد يستفزك فيها؟ اللي بيكذب عن لسانه. شو الاكثر شيء يعني هيك بينرفزك بيعصبك؟ ما في شيء بيعصب معنا كل هالأشياء، ما في شيء بيعصب؟ ما في شيء مستاهل أصلاً تعصب. يا عيني والله حلوة، ما بتعصب أبداً؟ النوادر يعني، بس ما بعرف على إيش بعصب يعني. بيعصب علي بس. أيوة كشفتي. طيب ليه بتعصب على خطيبتك؟ أيوة بتعصبني أنا. قوي. لا نحن بدنا نرقب فيهم بس قد ما فينا. يا تمام. حياتي ما قلت شو ندمت عليه صراحة يعني. اتصلح مع نفسي خيي من الاخر يعني. ما شاء الله. لك كيف بدك تعيش بهالبلد هذا اللي ما كنت تصلح مع نفسي كل صراحة. شو هو أكثر شيء بيعصبك؟ بيعصبني الشواذ. هذا في منه كثير، اذكر لي هيك مثل شو؟ يعني أكثر شيء إنه حشد بشو لا انتبه. إيه إنه الشواذ، وإذا حدا عمل شغلة ما أنا مزبوطة يعني أنا بحب الحق كثير، بحب الحق والعدل. عرفت كيف؟ ذكرنا هيك شيء صار معك وعصبك من هالشوازات اللي مرة بحياتنا كثيرة. واكثر شيء عم تصير هي بالسواقه يعني، عرفت كيف؟ بالسواقه بتكون سايق سيارتك وهيك بيجي واحد بعكس السير او ما بيتحملك عند حي الله شغله صغيره، بتبقى العالميه محقونه ومضغوطه عرفت كيف من الحياه، وبيعصبك ايام تستغفر الله وايام تحكي كلمه ما انا مزبوطه يعني. طيب بما انه لا كلمة دغري يعني كلمة هيك قلتها أنت وبتندم إنك قلتها؟ إني سبيت حدا، إني أنا سبيت حدا عرفت كيف؟ قطع قدامي مني بسرعة أو زعجني بالسواقة بندم علي، لأني أنا ما بريد أذي حدا يعني ولو بالغير. في كتير أوقات الواحد كلمات بقولها وبيندم عليها، بس هي بتآخر شيء بتكون تجربة بالحياة علمتني الصح أكثر ما. شو اسمك أنت؟ نور. نور؟ أنت منين يا نور؟ من بيروت. يا عيني أهلا وسهلا. نور الشمال. قدي عمرك يا نور؟ تسعة. بسم الله عليك، لأي صف؟ رابع. أنت بتعصب أول شيء؟ إيه وقت إخواتي وهذا بكون قاعدة عم بلعب إخواتي بعيط علي، بعصب شوي. أيوة يعني في عندك أخوة أكبر منك؟ إيه. بعيطوا عليك؟ إيه. طيب ليه بيعيطوا؟ يعني شو بكون عم تعمل؟ بكون قاعدة عم بلعب وبعذب. عم تعذب يعني؟ آه يعني بطل عم تعذب بطلوا بيعيطوا. ما هيك؟ طيب شو أكثر شيء بعصبك بهالحياة؟ انت ليه ما بتسألني السؤال بالعكس تماما؟ ليش ما بتسألني شو اكتر شيء بفرحك بلبنان مش بالحياة؟ فانت اليوم من مجرد ما بتفيق من النوم وبتسمع اخبار او بتسمع الجيران بتبلش التعصيب، دولار عم يطلع، بنزين ما في، غاز ما في، اكل ما في، عم يحكوك برفع الدعم على البنزين ورفع الدعم على المواد الغذائية
هذا كله ما بس بيعصب، هذا كله صار بيعمل امراض نحن عم نحكي هلا، ولكن لبنان بلد بيعصب ما من هلا من 30 سنه. اذا بدك تحكي عن فروجات، نحن لانه ناس مسلمين ونخاف الله واعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، الفروجات نحن اللي بنصنعها، عرفت؟ هو ما في شيء بيبسط بهالبلد، ولكن اليوم انا عم بتمشى انا وولادي على المينا، هذا بيخلق لي فروجات. انا بعد شوي هلا بطلع بقعد على التلفزيون وبحضر مسلسل، ما بحضر اخبار، ما بحضر السياسيين شو عم يكذبوا علينا، بقعد بحضر مسلسل بضحك وبنبسط وباكل ابو شار وبشرب عصير وفوت بنام اعصابي مرتاحه. هيدي الفروجات انا عم بخلقها، بس انا وقت اللي عم بطلع على انجازات بلدي وتطلعات بلدي الفاشله من سياسه واقتصاد واللي بدك اياه، هذا كله بيعمل تعاسه. هلا هي ما انا واقف على كلمه، قلت لك نحن انتخبنا سياسيين وندمنا السياسي لك يا زلمه، ندمنا هذا الندم، هذا الندم، الندم ندمنا انه نحن انتخبنا هيك سياسيين. انا بهذا البلد ما حاندم على شيء، هذا اللي بيعصب بهالبلد. انا بهالبلد ما حاندم على شيء، لانه هيدا لبنان بلدنا وهيدي الارض ارضنا ونحن باقيين ومتمسكين، ما حنندم على شيء عم نعمله يزهر هذا البلد ويكمل بديمومته وبانتمائنا لهيدا البلد ومسيرتنا الطويلة رغم الظلم ورغم العذاب ورغم القلة باقيين، ما حنندم على شيء عملناه ولا حنندم على شيء قلناه، لأنه نحن بدنا نبني هذا الوطن وباقيين فيه. السلام عليكم. شاء الله. وعليكم السلام. وليش جيتوا على لبنان لهالأوضاع؟ لكورونا. أمي يا زلمة. إيه. والله شوف الواحد دايما بحن. يعني يوميا بعد الصبح بدي البحر أخبار. يعني عقلك وقلبك هون اخبار لبنان امي شو... ورحمه امي ورحمه بي من يوم اللي جيت امتى جينا نحن يوم الثلاثاء جينا لهون ورحمه بي رحمه شوف الساعه 12 بالليل بس ترمي النوم حنون حنون الحياه بقول لك واحد بيجي يحضر اخبار لبنان بيقرا في البلد وحكام البلد بس ضل عنده حنين كلمه انا قلتها ايه وندمت اني قلتها 100% عاد السؤال ما تفكروا نجاوب والله صعب هالسؤال شغلة انا ندمت عليها انت قلت ندمت عليها انك عملتها ايوه انت ما بتعرف تجاوب عليه الحزوقه تعصب والسعله بتعصبك شو شو اللي بيعصبك طيب البشر شو بيعصبك لا البشر ما بيعصبوني انا بحب الانسان شو في هيك شيء بيعصبك انا انه اطلب من حدا شيء وشو اسمه ما يرد علي هي اكثر عصبية عندي نطلب نسامي نطلب من حدا هروب وما يلبيني طيب بركي منه قادر يلبيك عصبه وبيزعله يعني بركي منه قادر يلبيك بس انا كون عارف انه هو فاضي ما عنده شيء انه قدران طيب ليه ما بتعطيه عذر ليه ما بتعطيه عذر عذر انه ما في عذر لانه هو بكون قاعد عم يعربي ما بده يلبيني هلا اللي بعصبني هون بلبنان انه صاير ما بس بلبنان بكل بلدان العالم انه تدريس الاونلاين نحن اكيد ما عم نفهم شيء عليه نحن ديجو بس نكون بالسكول وقاعدين بالكلاس ما بنفهم شيء على المس اكيد هذا شيء طبيعي الا ما تحاول معنا كذا مره وكذا مره ومره ورا مره وقصص وحكايات بس انه هلا يجوا يدرسونا على الاونلاين اكيد ما نحن نفهم شيء كثير صعب هلا من هالناحيه انه القصه البابا معلمنا اي شيء بنعمله نحن ما بنندم عليه نعمله يعني نحن بإرادتنا نحن اللي بنعمله ما بنعمل أي شيء وبنندم عليه ندمت لأني قلتها؟ ايه لو واحدة ساعد ما قلت لها بحبك ندمت كتير؟ كتير ليه ما طلعت قد الحب؟ لا بعصبنا؟ ما شي بعصبنا أبدا؟ أبدا عطول رأيي مبسوط أخي وجوه الناس بس وجوه الناس هو اللي بيعصبك اكثر شيء بتطلع في واحد هيك تلاقيه قاشش من يمك او بدل ما يتفائلوا بالخير والله شيء بيعصب له انا ندمت لانه عيطت عمي اكثر شيء بهالشيء اللي خليني اندم عليه ترى شيء ما طايق عمك عقوق الوالدين بالكبير ها شيء بيعصب لانه ما من امك شو اكثر شيء بينرفزك بيعصبك هيك طلعك من ثيابك عندي رفقه انا هيك بجننوا هيك هن بيعصبوني ما عنده غير طيب وترك رفقتك ليش هيك معهم لا صاحبي هي اول شيء